وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن العميد محسن الوالي القائد العام للأحزمة الأمنية. مساء الخير سيادة العميد، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، كيف تسير العملية العسكرية والأمنية في وادي عمران؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر قناة قد المشرق على التغطية المباشرة لحملة سهام الشرق الذي انطلقت في 23 من أغسطس في العام الحالي بتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي. هذه الحملة التي جاءت لتطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية، دكت 3 معاقل للجماعات الإرهابية، ابتداء بمعسكر سري الذي في خبر المراقشة، وبعدها معسكر موجان الذي في وادي موجان. واليوم تكللت هذه النجاحات انتصارات قوات الحزام الأمني مع قوات محور أبين، بالإضافة إلى الأمن العام والوحدات الجنوبية، دكت معقل وادي عمران الذي اتخذت هذا المعسكر وكرا كبيرا للجماعات الإرهابية. تم محاصرة المعسكر هذا خلال 5 أيام، وأعاق تقدم قوات الحزام الأمني والقوات المساندة لها كثرة الألقام الذي زرعت في الطرقات، وكذلك العبوات الذي نفذتها قوى الشر في وجه قواتنا المسلحة، الذي ارتقى اليوم شهيدين على إثر هذه الأحداث، وأصيب عدد من أبطال قواتنا المسلحة في مقدمتهم قائد اللواء 8 صاعقة العميد الخضر حمصان، الذي نتمنى له الشفاء العاجل، ونسأل الله أن يجعل شهدائنا في الجنة، وأن يجعل قتلى الجماعات الإرهابية كلاب النار في أسفل سافلين. طيب عميد محسن، يعني كيف يتم التعامل مع هذه الألغام والمتفجرات التي قامت بنشرها وزرعها هذه الجماعات الإرهابية، والتي راح ضحيتها كما ذكرت عدد من جنود القوات الجنوبية؟ في البدء بدأت قواتنا قوات الحزام الأمني والقوات المساندة لها بسلك طرق وعرة وبعيدة عن الطرق الرئيسية لكي تتجنب هذه الألقام والعبوات، ولكن أيضا في الطرق الفرعية التي سلكتها قواتنا كانت هناك بعض العبوات وبعض الألقام، فرق نزع الألقام تتقدم قواتنا في مسح هذه الطرق الفرعية، ولكن بعض الأحيان قد يكون في لوعورة الطرق ومنطقة جبلية بعض الألقام لم تنتبه لها فرق المسح، لذلك تم تفجيرها عن بعد، وهذا الذي حصل معنا وأخر تقدم القوات خلال 5 الأيام الماضية. ولكن في فجر هذا اليوم وصباح هذا اليوم تم تحرير هذا المعسكر بالكامل، ودخول قواتنا واستهداف العناصر الإرهابية داخل المعسكر، وفرار بعض هذه الجماعات باتجاه محافظة شبوة. ولكن نشكر إخواننا في قوات العمالقة الذي أطلقت حملة سهام الجنوب بالتزامن مع حملة سهام الشرق لكي سهام الشرق لكي تنتهي هذه الجماعات الإرهابية بإذن الله من محافظة أبين وشبوة ومن جميع الأراضي الجنوبية، الذي سببت زعزعة للمنطقة بشكل عام. طيب على صعيد وادي عمران والمناطق المحيطة به، ونعلم نحن حجم التعقيد الجغرافي في المكان، فهل من الممكن برأيك أن تعود القوات الإرهابية، أم أن تأمين الوادي أصبح أمر حتمي؟ بإذن الله حملتنا مستمرة، ولن نسمح بعودة الجماعات الإرهابية. نعم، هذه المنطقة وعرة جدا، وتكلفنا كثير من الإمكانيات وكثير من الكم البشري الذي يغطي هذه المنطقة بسبب توعر الجبال هذه وصعوبة البقاء فيها لفترات طويلة، ولكن بإذن الله عندنا خطط مستقبلية لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى هذه المعسكرات لكي لا تعود هذه الجماعات الإرهابية إليها، ومطاردهم في كل مكان يجدون فيه في أرض الجنوب أو في المنطقة بشكل عام. طيب عميد محسن، يعني كيف يتم التنسيق بين القوى على الأرض، القوات الجنوبية مثل ما ذكرت كل من عملية سهام الجنوب وكذلك عملية سهام الشرق، كيف يتم هذا التنسيق وعلى المستوى السياسي؟ توجد غرف عمليات مشتركة تنسق هذا العمل
على مستوى المحافظات الجنوبية بشكل عام تربط جميع الوحدات المشاركة سواء في سهام الشرق أو في سهام الجنوب أو في باقي الجبهات. هناك غرفة عمليات مشتركة هي الذي تمد كل الوحدات وتنسق بين جميع القوى الجنوبية المشاركة سواء في حملة سهام الشرق أو سهام الجنوب. طيب أخيرا، يعني ما هي رسالتكم إلى القوات الجنوبية والأحزمة الأمنية في الميدان؟ ابتداء نزف لهم هذا النصر، وأن هذا جاء بتضحيات كبيرة جدا، جاء بدماء شهداء أبطالنا من قوات الحزام الأمني وقوات محور أبين والوحدات المساندة لها. هذه الفاتورة الكبيرة التي دفعناها أن نهيب بالمواطنين بشكل عام أن يكونوا هم رجل الأمن الأول في الإبلاغ عن المشتبه بهم من الجماعات الإرهابية، وبنفس الوقت دعوة للجماعات أو المقرر بهم في الجماعات الإرهابية الذي لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في عمليات إجرامية أن يعودوا إلى رشدهم، وهناك عفو لمن عاد إلى منزله وترك السلاح ولم يشارك في أعمال إجرامية أو تلطخت أيديهم بدماء القوات الجنوبية. طيب، يعني في نقطة أخيرة سيادة العميد، يعني هل نستطيع القول أن عملية سهام الشرق انتهت عند وادي عمران؟ لا زال لدينا منطقة المحفد بإذن الله تتحرك إليها قوات الحزام الأمني مسنودة بمحور أبين وبالأمن العام، فهذه المنطقة لا زال لم تحرر بشكل كامل مع أن الجماعات الإرهابية بدأت تهرب منها، ولكن بإذن الله أن حملة سهام الشرق سوف تستمر إلى أن يتم تطهير محافظة أبين بشكل كامل من الجماعات الإرهابية. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كان معنا مباشرة من عدن العميد محسن الوالي، القائد العام للأحزمة الأمنية. شكرا جزيلا لك.